السلام عليكم أعزائي الطلبة. نكمل المحاضرة السابقة اللي تخص موازنة الطاقة، وتكلمنا عن السعة الحرارية التي يجب الانتباه إلى وحداتها. مرة تكون بوحدات جول على كيلو جرام سنتيغريد بوحدة الماس أو بوحدة المول. هذه الوحدات جدا مهمة. ننتقل اليوم إلى السعة الحرارية للمزيج. لو كان لدينا مزيج من مجموعة من الغازات أو مجموعة من السوائل ونريد نحسب السعة الحرارية لهذا المزيج اللي مسمات CP mixture، تكون function إلى T تساوي summation XI في CPI. XI قد تكون مول فراكشن إذا كانت وحدات السي بي جول على مول كلفن، وتكون بوحدات الماس فراكشن إذا كانت السي بي بوحدات كيلو جول على كيلو جرام كلفن. هذه مرة تكون مول فراكشن أو تعتبر ماس فراكشن، وهذه العلاقة. طبعا توجد علاقات كثيرة، نأخذ أسهل علاقة تكون للايديال غاز ميكستشرز وماني ليكويد سوليوشن، بإمكاننا أن نطبق هذه العلاقة. وهناك علاقة ما بين السي بي والسي بي للغازات، سي بي يساوي سي بي زائدا ار. هذا الرسم هو عبارة عن البي في دايجرام لمنطقة الغازات. هذه الخطوط تمثل الايزوثيرم، خطوط ثبوت درجة الحرارة. التسخين مثلا نريد نسخن من التسخين بثبوت الضغط، مثلا هذه خطوط الضغط الثابت، مثلا نسخن من هذه النقطة إلى هذه النقطة، هذه تسمى العملية تسخين. والتسخين من مواصفاتها أنه مصحوبة بالزيادة في الحجم. أما مثلا لو أردنا من هذه النقطة إلى النقطة الأخرى بثبوت الضغط طبعا، فيكون التبريد بانخفاض في الحجم بالنسبة إلى الغازات. نأتي إلى موضوع تغير درجة الحرارة at constant volume. طبعا constant volume معناها closed system، غاز محصور في وعاء. مثلا نستخدم تعريف السي بي اللي هو سي بي سي في العفو partial U إلى partial T. وأيضا بإمكاننا أن نحسب التغير في الطاقة الداخلية دلتا U سي في في دي تي. أيضا يجب الانتباه إلى وحدات السي في. لو طبقنا القانون العام للأنظمة المغلقة، مثلا no change in kinetics and potential، دلتا P صفر، دلتا kinetics صفر، فتصبح العلاقة Q minus U يساوينا دلتا U، وهذا أيضا يمثل القانون الأول للديناميك الحراري. في الأسطوانة المغلقة لا يوجد شغل، لذلك فإن W يساوي صفر، لذلك فإن Q تساوي لنا دلتا U. نأخذ المثال chlorinated diphenyl heated من 303 إلى 500، هذا طبعا غاز. In a fired heater، في هيتر جهاز التسخين، ومعدل فلوريت يعني هذا الجهاز هو عبارة عن continuous، احسب كمية الحرارة اللازمة لهذا الهيتر. هنا طبعا لازم نحسب هنا الكيو السي بي، هاي وحداتها مباشرة كيلو جول على كيلو جرام كلفن، هذه ليست ناقص واحد، كيلو جول على كيلو جرام كلفن. لتطبيق العلاقة كيو يساوينا ام سي بي في دلتا تي. طبق هذه العلاقة من تي 1 اللي هي initial temperature إلى T2. الماس فلوريت أيضا
هنا نخليه 3500 كيلو جرام امبير اور. بنطبق العلاقة، كمية الحرارة تكون كيلو جول بير اور، طبعا نقدر نحولها الى كيلو واط عن طريق تحويل الاور الى 3600 سكن. هذا المثال عبارة عن مادة واحدة. لو كان عندي مزيج، المثال الثاني اللي هو فلو غازز، هي الغازات اللي خارجة من المدخنة بدرجة حرارة 520. المكونات مال الغاز CO2 14%، الماء 13%، والO2 2.3. CP بوحدات كيلو جول على كيلو مول. طبعا هنا ما منطينا اي معلومات عن الفلوريد، لذلك نقول مثلا الهيت لوس كالكوليتد بير كيلو جول على مول، مول غاز ميكستشر طبعا اوف غاز ميكستشر. و اريدها من الانيشال 298. ايضا نطبق القانون مباشرة. هنا شكل السي بي فقط مول فراكشن، منطي هنا قيم السي بي للكومبوننت اللي هي بيور كرقم، نضرب كل مكونة في المول فراكشن، فنقدر نستخرج السي بي ميكستشر. بعدين السي بي ميكستشر هذه ايضا ام سي بي دلتا تي اللي هي تي ناقص تي نوت الفاينل ناقص الانيشال. هذه طبعا هذه عبارة عن الماس اللي هو 1 كيلو جرام، او مثل ما احنا تفضلنا 1 كيلو مول. راح ناخذها 1 كيلو مول بير اور، 1 كيلو مول بير اور. نقدر نحسب الحرارة مباشرة من هذه المعادلة. يجب الانتباه للوحدات، الكيو اما تكون بوحدات كيلو جول او بوحدات كيلو جول على سكند او اور. المثال الثالث مجموعة من الغازات، ولكل غاز سعة حرارية على شكل دالة الى درجة الحرارة، قد تحتوي على حد واحد او حدين او ثلاثة، وهذه كيلو جول على، ليست كيلو جرام مول، كيلو جول على مول، كيلو جول على مول، ايضا هذه كيلو جول على مول، وهذه كلبن. ايضا منطينا المول فراكشن لهذه المكونات. الفلوريت طبعا هو كما واضح 30 كيلو مول بير اور. نطبق العلاقة مباشرة، ويجب الانتباه الى الانتجريشن. طبعا كل ما كبرت الحدود الانتجريشن يصبح طويل. نقدر نحسب كمية الحرارة، اذا هذه هي كمية الحرارة اللازمة لتسخين هذا المزيج الغازي من 300 الى 460. في بعض الاسئلة يعطيك كمية الحرارة والانيشال تمبريتشر ايضا مطلوبة، معطاة في السؤال، يعني Q و T1. فتحسب T2، يعني هذه لا تكون مجرد أرقام وإنما تكون دالة إلى الـ T2 وتحل بطريقة التجربة والخطأ. ننتقل إلى موضوع آخر هو التغير في الطور. التغير في الطور كما أخذنا في الفصل الأول يعني الانتقال من منطقة الساتوريتد ليكويد إلى منطقة الساتوريتد فيبر على منحنى البي في دايجرام. طبعا أي عملية انتقال في الطور تتم بثبوت درجة الحرارة والضغط. لدينا عمليات مختلفة، مثلا التبخير from liquid to vapor، condensation from vapor to liquid، melting الانصهار from solid to liquid، ايضا heat of fusion ايضا الانصهار.
heat of solidification التجمد. وهناك كثير من هذه العمليات أخذناها في الفصل الأول. الحرارة التي تنتج عندما يحدث تغير في الطور تسمى latent heat، الحرارة الكامنة، لأن التغير يحدث في درجة حرارة واحدة، يختلف عن السنسبل هيت اللي نحسبها كيو تساوي ام سي بي دلتا تي. هنا تسمى الانثالبي او كمية الحرارة على مدى من مدى متغير من درجات الحرارة، مثلا من تي 1 الى تي 2. latent heat لا، at constant temperature and pressure. هناك علاقات كثيرة لحساب الدلتا اتش فيبرايزيشن مو موجودة في الكتاب المنهجي، هذه غير مطالبين بها أنتم. في التغير في الطور مثلا عندي دلتا اتش مع تي، المادة مثلا لو كان عندي صلت بدرجة حرارة تي نوت، عندما نبدأ بتسخينه من تي نوت ترتفع درجة الحرارة حتى نصل إلى تي ميلتينج. عندما نصل إلى تي ميلتينج يطلق كمية من الحرارة، هذه دلتا اتش ميلتينج. عندما يصبح سائل ينتقل من التي ميلتينج إلى التي فيبرايزيشن، كمية الحرارة من هذه الميلتينج إلى الفيبرايزيشن تسمى سنسبل هيت. أيضا الفيبر من تي فيبرايزيشن هذه الليكويد يصل إلى مثلا الماء يصل إلى 100 يتبخر بنفس درجة الحرارة ويعطي دلتا اتش فيبرايزيشن، ومن ثم يتحول إلى سوبر هيتد فيبر. إذن هذا الخط عبارة عن سنسبل هيتينج، هذا أيضا سنسبل هيتينج، هذا أيضا سنسبل هيتينج. دلتا اتش فيبرايزيشن والفيوجن هذه تسمى ليتنت هيت. لذلك فإن الأوفر أول إنثالبي لازم ناخذ تي ريفرنس أو تي إنيشيال، من تي ريفرنس إلى تي فيوجن. طبعا بالنسبة للمادة الصلبة يجب أن تتوفر معلومات عن سي بي سوليد، هذه ليتنت. دلتا اتش فيوجن هذه ليتنت هيت أوف فيوجن، من تي فيوجن إلى تي فيبرايزيشن هذه sensible heat for liquid، هذه latent heat of vaporization at T vaporization. مثلا الماء بضغط 1 أتموسفير درجة الحرارة تكون 100 سنتيغريد، ومن ثم from T vaporization إلى T. نجمع ذني ويجب الانتباه إلى الوحدات، الحد الأول كيلو جول بير سكند أو كيلو جول على مول أو على كيلو جرام، يجب أن يكون تجانس في هذه الوحدات. لو انتقلنا، هو طبعا هذا الرسم هو عكس الرسم السابق، هنا التمبريتشر مع الإنرجي، الإنرجي اللي هي تمثل الكيو أو دلتا اتش. مثلا المنطقة من أي إلى بي صلد هذه تسمى sensible heat of melting، هذه phase change من solid إلى liquid، ومن ثم sensible heating from liquid to vapor، ومن ثم from D إلى E phase change vaporization، ومن ثم sensible heating. لاحظ من هذا الرسم أن كل عمليات التغير في الطور تحدث عند درجة حرارة ثابتة. مثل هذه المنطقة BC constant T، الفيبرايزيشن ايضا ات كونستانت تي. العمليات اللي يصير بها انتقال في الطور مثلا بين الليكويد والسوليد، فروم سوليد
to liquid melting العملية المعاكسة لها freezing from liquid to gas from liquid to gas vaporization from gas to liquid condensation وأيضا from gas to solid deposition وfrom solid to gas sublimation. طبعا العمليات متعاكسة، مثلا بالنسبة إلى الغاز إلى الليكويد نلاحظ أن الدلتا H vaporization هي ماينس دلتا H condensation، يعني عملية عكس الأخرى. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة الإنرجي بالانس على الكوندنسر وعلى الأسئلة اللي موجودة في الكتاب، وشكرا جزيلا لكم.